الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. صدق الله العلي العظيم. فيما يرتبط بموضوع حديثنا هذا اليوم، هناك مقدمات مهمة ومفيدة، ولكن مراعاة للوقت نتركها وندخل في صميم الموضوع. وباختصار شديد، هذه الآية المباركة، هاتان الآيتان من بداية هذه الآيات المباركة، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. ما المقصود؟ أو لنقل، من المقصود في هاتين الآيتين المباركتين؟ في حديث صحيح السند على الأصح عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليهما في تفسير هذه الآية المباركة، إنها لإحدى الكبر، قال عليه الصلاة والسلام: يعني فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كبر جمع كبرى. كبرى هي أفعل التفضيل للمؤنث. مرة أنت تريد أن تقول العالم الفلاني أكثر علما من بقية العلماء، إذا كان مذكر تقول أعلم. الشخص الأكبر تقول عنه أكبر. الشخص الأعظم تقول له أعظم. إذا مؤنث تقول كبرى، تقول عظمى. نفس المعنى، أكبر للمذكر، كبرى للمؤنث.
أعظم للمذكر، أفعل التفضيل للمذكر يكون على وزن أفعل، للمؤنث يكون على وزن فعلى، كبرى عظمى. كبرى يعني أكبر، ولكن للمؤنث. جمع كبرى كبر. إنها لإحدى الكبر. الأشياء، الآيات، لا أعلم تقديره. الكبرى، الآيات الكبرى، هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. إنها لإحدى الكبر. أما قوله سبحانه وتعالى نذيرا للبشر، هذه الآية المباركة حقا تستحق كسائر الآيات القرآنية، ولكن بعض الآيات لعلنا نفهم بعض الشيء فيها، أو وردت روايات شريفة لإفهامنا بعض ما في هذه الآيات المباركات. آية عجيبة جدا، نقف وقفات سريعة جدا. أولا، هذه الكلمة، هذه الآية المباركة نستكشف منها كعشرات من الأدلة الأخرى، طبعا ليس هذا هو الدليل الوحيد، عشرات من الأدلة، لا حقيقة مئات من الأدلة. إحداها هذه الآية المباركة، نستكشف منها أفضلية فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على جميع الأنبياء والرسل باستثناء خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كيف؟ لاحظوا كلمة نذير، هذا الوصف، هذه الكلمة بالتحديد في القرآن الكريم ما أطلقت إلا على الرسل نهائيا. وهذه الكلمة، هذا الوصف، بالنسبة إلى كل الرسل بما في ذلك أولي العزم، هم كل واحد منهم نذير، لا لكل الناس، لا لكل البشر، لفئة، فئة، قوم معين، قبيلة معينة، قرية محددة، فئة زمنية في زمن معين. لقد أرسلنا نوحا، نوح من أولي العزم هذا، إلى قومه إني لكم نذير مبين. نذير، ولكن نذير لمن؟ لقومه، لفئة، لفئة زمنية على الأقل. ولم يستثنى من هذه القاعدة في القرآن الكريم كلمة نذير للرسل، كلهم كانوا، كل واحد منهم كان نذيرا لفئة من البشر. هناك استثناء واحد وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. القرآن الكريم يصرح بأنه نذير لكل الناس، هذا الاستثناء الوحيد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا رسول الله، قل يا أيها الناس إني، يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. يا أيها الناس، لا لقوم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه من خصائص النبي من بين جميع الرسل، أنه نذير لكل الناس. وهذه الخصيصة لم يشاركه فيها أحد من الرسل نهائيا. راجع القرآن الكريم، الآيات القرآنية التي استخدمت هذه الكلمة، هذه الآية المباركة بكل وضوح جعلت
هذه الميزة لرسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة، نذيرا لفئة، لا نذيرا للبشر. نقطة ثانية نستكشف من هذه الآية المباركة، أن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، طبعا أيضا كأدلة كثيرة بالمئات، أنها كانت بدرجة عالية من العصمة الكبرى. كيف؟ الرسول من غير أولي العزم، رسول من الرسل على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام، هو نذير، نذير لفئة. الذي كان نذيرا لفئة ولو لقرية من القرى، بعض الرسل كانوا رسلا لقرية، الذي كان رسولا لقرية، الذي كان نذيرا لقرية، فهو معصوم بدرجة من العصمة بإجماع المسلمين. كل الرسل لهم درجة من العصمة، الخلاف في درجات العصمة، ولا درجة من العصمة كانت لهم. هذا الذي كان نذيرا لقرية، فكيف بمن هي نذير لكل البشر؟ يلزم أن تكون في درجة عالية من العصمة الكبرى. ثالثا، هذه الآية المباركة تدل كالروايات الشريفة الكثيرة ما نعتقده وهو عندنا واضح عند من يراجع الروايات الشريفة، مسلم أن فاطمة صلوات الله عليها ما اختص مقام النذير لها بمن كان بعد ولادتها. الآية المباركة تقول نذير للمسلمين؟ لا. نذير للمؤمنين؟ لا. نذير للبشر الذين جاءوا بعد نزول القرآن الكريم؟ لا. نذيرا للبشر يعني حتى للأمم السابقة هي نذير. كيف تكون نذيرا للأمم السابقة؟ طبعا ليس بجسمها، بروحها. كيف تكون؟ لعله، أنا أقول لعله، عبر الأنبياء. هي تنذر الأنبياء ليوصلوا هذا النذير إلى الناس، وهذا من خصائص محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. أنهم كان لهم الدور الأساسي قبل ولادتهم. هذه بالنسبة إلى بعض النقاط السريعة جدا، وفي كل واحدة من هذه النقاط تفاصيل، بعض التفاصيل تعرفونها ولله الحمد، تحضرون مجالس ولله الحمد، تطالعون كتب. بهذا المقدار بالنسبة إلى هذه هاتين الآيتين المباركتين أكتفي. بقية الآيات المباركة التي تلوتها على مسامعكم، هذا المقطع من سورة المدثر. المدثر يقول الله سبحانه وتعالى: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. في حديث في الكافي الشريف عن الإمام أبي الحسن الماضي، أي الإمام الكاظم صلوات الله عليه، بالنسبة إلى هذه الآية المباركة: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، قال عليه الصلاة والسلام: من تقدم إلى ولايتنا أخر عن سقر، ومن تأخر عنا تقدم إلى سقر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. يقول الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير إلا أصحاب اليمين، قال عليه الصلاة والسلام: هم والله شيعتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
في جنات إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. هم في جنات أصحاب اليمين ولكن يسألون المجرمين. يتساءل في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما هو السبب نزولكم إلى قعر جهنم؟ قالوا المجرمون قالوا لم نكن من المصلين. يقول الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله تعالى لم نكن من المصلين: إنا لم نتولى وصي محمد والأوصياء من بعده. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولا يصلون عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سابقا قبل سنوات أتذكر مرة توقفت عند هذه الآية المباركة لم نكن من المصلين. الروايات الشريفة العديدة التي منها هذه الرواية وروايات أخرى شريفة بيّنت أن المقصود لم نكن من أتباع محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبيّنت ما هو الارتباط بين كلمة مصلين وبين اتباع أهل البيت، أن كلمة مصلين من عندنا صليا وعندنا صلوة، مصلين من صلوة. هنا شرحت ذلك. هناك نقطة جدا دقيقة وجدا لطيفة ورائعة في هذه الآية المباركة في تفسيرها أيضا. لم نكن من قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أيضا يوجد تفسير دقيق هنا. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يقول الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشافعين ليس شافع واحد، الجمع المحلى بأل يفيد العموم. الشافعون لو اجتمعوا لا ينفعون. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. إيش بيهم؟ لماذا أعرضوا عن التذكرة؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر جمع حمار، الحمار المستنفر، الحمر المستنفرة. البعض قال لعل المقصود الحمار الوحشي الذي له قابلية استنفار كبيرة، قابلية كبيرة من الاستنفار. إن هجم على الحمير أو على الحمر أسد قسورة، الأسد القوي الشديد كيف تضطرب كيف تهرب؟ هكذا القرآن الكريم يصف هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بهذا الوصف، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. كان بودي أن أقف عند هذه الآيات المباركة بعض الوقفات على ضوء بعض الروايات الشريفة الواردة في هذه الآيات المباركة، ولكن أختم كلامي ببعض الأبيات الشعرية من قصيدة لفقيه كبير. عادة أو لا أقول عادة، أحيانا القصائد التي ينظمها الفقهاء الكبار فيها مضامين راقية، ولكن من جهة جمال الشعر لعل القصيدة لا تكون في درجة راقية.
المضامين الراقية مستفادة من أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء عندهم معرفة بأحاديث أهل البيت أكثر من غيره. ولكن الجمال الشعري يرتبط بالبعد الأدبي الخاص. قد لا يكون الفقيه الكبير عارفا بالدقائق الجميلة من الشعر. هذه القصيدة قصيدة لفقيه كبير مرجع من المراجع السابقين رضوان الله تعالى عليه، وهي قصيدة رائعة جدا، فيها المضامين العميقة وفيها روعة الشعر فيما يرتبط بمولد الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. بل لا أقول لا يوجد، أنا ما عندي إحصائية ولا من أهل هذه الإحصائيات أصلا، ولكن لم أرى قصيدة في مولد الصديقة الكبرى صلوات الله عليها أروع من هذه القصيدة. يقول في مقاطع من القصيدة، يقول: درة فاطمة صلوات الله عليها، درة أشرقت بأبهى سناها، فتلألأ الورى فيا بشراها، لمع الكون من سنا نور قدس، بسنا ناره أضاء طواها. يا لها لمعة، يا لها لمعة أضاءت فأبدت لمعات أولادها، يا لها لمعة أضاءت فأبدت لمعات هدى الأنام هداها. يا جمادة كفاك، هذا الشهر شهر جمادة الثانية، يا جمادة كفاك فخرا لدى الأشهر مهما تفاخرت في علاها. كشف الله فيك، في جمادة الثانية، كشف الله فيك عن سره الغيب وأهدى البتول للطهر طاها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طلعت في سما العلا شمس قدس، زهرت في ذرى النهى زهراها، هي نور الله الذي ليس يطفى، وهي الصفوة التي أصفاها، دوحة عمت البسيط ثمارا، ثمارها في البسيط كله، دوحة عمت البسيط ثمارا، زهرة، الزهرة كوكب هو أكثر الكواكب نورا، أكثر الكواكب إشراقا، والقدماء من الفلكيين كانوا يعتقدون أن كوكب الزهرة لها قمران، هكذا كانوا يعتقدون. دوحة عمت البسيط ثمارا، زهرة نور الورى قمراها، الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حرة سادت البرايا جميعا من لدن بدوها إلى منتهاها، لم يكن في الوجود لولا علي كفوها، آدم فمن عزجاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلغت مبلغا سمت عن عديل، ليلة القدر نخبة لا تضاها، يا لها نخبة حوت مكرمات، قصر العالمون عن إحصاها، لا ولم يحص فضلها غير من أحصى نجوم السماء وعشب ثراها. أين يحصى مديح كنز لآل، ليست لؤلؤة، كنز لآل هي، أين يحصى مديح كنز لآل، لم يبن للأنام إلا ثراها. لا ترمها، لا تحاول أن تعرفها، سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن كنه معرفتها، في بعض الروايات عن معرفتها، لا ترمها، لا تحاول، لا ترمها، فإنها سر غيب، إن تجلت أو اختفت لن تراها، فأبت أن ينالها الوهم، الناس لا يعرفونها، لا يعرفونها، حتى الوهم لا يصل إليها، فأبت أن ينالها الوهم إلا أنها آية تعالى علاها.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مريم الطهر لم تنلها علاء، لا ولا كلثم ولا من سواها، خيرات النساء طر النجوم، وهي البدر مذ بدا أخفاها. هذا البيت التالي جدا رائع، يقول: زهرة، كما قلت زهرة أشرق كوكب، زهرة. الخمسة الطيبة كيف يصفهم أو يمثل لهم؟ زهرة جنبها ذكاء، ذكاء من أسماء الشمس رسول الله. زهرة جنبها ذكاء، وجنب حل بدر، وجانب فرقداها. اللهم صل على محمد. فاطم للولاة عن كل هول، فطمت شيعتها عن النار. فاطم للولاة، ولاتها الموالون، فاطم للولاة عن كل هول، لا يخاف العذاب من والاها. خلق الله آل أحمد أنوارا، فكانت من بينها زهراها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عرفتها الأملاك يوم تجلت. لماذا الله عز وجل يقول فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها؟ لماذا؟ لأن الملائكة يوم سلطت عليها ظلمة، الله عز وجل كشف الظلمة بقناديل خلقها من نور فاطمة. عرفتها الأملاك يوم تجلت، فغدت عرفة لأهل كساها. كيف أحصي مديحها ببيان؟ وبها الله في السماوات باها. جعلت أولياؤه، أولياء الله، أولياء الله من؟ بنوها. جعلت أولياؤه من بنيها، بعثت أنبياؤه بولاها. هذا المعنى متواتر عشرات من الروايات الشريفة وفيها الصحاح السند، ولا نحتاج في المتواتر إلى صحيح السند، تؤكد أن الأنبياء ما تكاملت النبوة لنبيين، ما نبأ نبي إلا بعد أن أقر بولايتها وولاية أبيها وبعلها وبنيها والإقرار لطاعتهم. إذا أردتم مصدر كمصدر من المصادر، راجعوا موسوعة بحار الأنوار مجلد 26 صفحة 267 الباب السادس. في هذا الباب يذكر عشرات من الأحاديث الشريفة، هذا كنموذج عشرات وفيها الصحاح السند العالية السند. جعلت أولياؤه، أولياء الله الضمائر لله، جعلت أولياؤه من بنيها، بعثت أنبياؤه بولاها، زوجت من سميه، علي اشتق من العلي، زوجت من سميه في سماه، شفعت في عباده في جزاها، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمتق والاها. هذا البيت الأخير كم هو رائع، يقول: أشرف العالمين أنجالها الغر، وهم يفخرون في منتهاها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أبارك لكم الذكرى المباركة للصديقة المباركة، أبارك لكم الذكرى الزهراء لمولد السيدة الزهراء، أبارك لكم الذكرى الطاهرة لمولد السيدة البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة خدامها وعبيدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينالنا شفاعتها في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.